معسكر خالد بن الوليد على أعتاب مهمة جديدة. لم يبقى هذا المعسكر سوى 8 أشهر فقط خارج السيطرة التقليدية لصالح والقوات المحسوبة عليه. فمنذ أن تم تحرير هذا المعسكر بدعم كبير من التحالف حتى سارع هذا التحالف إلى إزالة المخلفات تمهيدا لتسليمه إلى نجر شقيق صالح العميد طارق محمد عبد الله صالح وسط تذمر لافت من عناصر ما تسمى القوات الجنوبية. دفع متوالية من أحدث الأسلحة الثقيلة والمدرعات والمعدات العسكرية النوعية المقدمة من التحالف تتوالى إلى هذا المعسكر بمعية العميد طارق. الهدف المعلن لهذه القوات هو المشاركة في عملية تحرير مدينة الحديدة وميناءها في إطار عملية الكماشة التي سيشارك فيها أيضا الجيش الوطني القادم من ميدي بحسب معلومات لم يتسنى التأكد من موثوقيتها. لكن ما هو مرسوم لهذه القوات يتعدى بنظر المراقبين مجرد المشاركة في تحرير هذه المنطقة أو تلك بقدر ما يتعلق بتوافق في إطار التحالف بهدف شق مسار عسكري يراد له أن يكون الأهم في إطار عمليات التحالف الشاملة باليمن والمقرر أن تشمل فرض السيطرة العسكرية على تعز واستعادة الحديدة وصنعاء من ميليشيا الحوثي اعتمادا على هذه القوات دون غيرها. لا يرغب التحالف على ما يبدو بالمضي قدما إلى جانب شركائه الحاليين وهم طيف واسع يبدأ بالأحزاب المؤيدة للشرعية وينتهي بالرئيس عبد الرب منصور هادي نفسه. التوجه الجديد الذي اعتمده التحالف في خضم المعركة الدائرة ضد الحوثيين أثار المخاوف لدى أطراف الشرعية ودفع بالرجل الثاني في الحكومة أحمد الميسري إلى توجيه انتقادات مباشرة لطارق صالح عبر قناة فرنسا 24 اتهمه فيها بالهروب من ميدان المواجهة مع الحوثيين في صنعاء وبالتالي فلا يعول عليه في معركة استعادتها. مشاعر تشاطرها مع الوزير الميسري أبناء محافظة تعز الذين خرجوا اليوم في مسيرات عبروا فيها عن استنكارهم لمخطط تمكين نجل صالح وقناصاته الذي يعتبرونه مكافأة غير عادلة لهم بعد أن أثخن قناص طارق صالح الجراح في أبناء المحافظة على مدى أكثر من 4 أعوام.